إلى رحالنا القطري خالد الجابر، ولكن هذا الرحال تميز بأن رحلاته كلها على الدراجة النارية. نتعرف ياكم على خالد الجابر. اسمي خالد الجابر، مهندس شبكات كمبيوتر، حاصل على ماجستير في مكافحة جرائم الكمبيوتر وبكالوريوس في هندسة شبكات الكمبيوتر. بدأ حبي المغامرات من عمري 7 أو 8 سنوات من خلال مسلسل الكرتوني سندباد، مسلسل الرحالة الصغير. كنت مغرم بكلمة رحالة، وكنت حاب أني أنا أسافر مثل السندباد والف العالم. فبديت من هذه من عمر الصغير بدا معي شغفي في الترحال وفي السفر. اخر رحله رجعت منها وهي رحله قلب الكوكب، وهي لفه بسيطه 12000 كيلومتر على قاره افريقيا الجميله. وقلب الكوكب الاسم على مسمى القلب، لان افريقيا في وسط الكوكب، وانها بلد وانها قاره غنيه جدا وقاره غير مكتشفه. فحبيت أن أنا أكتشف جزء منها، وهي أفريقيا من كينيا إلى جنوب أفريقيا مدة 7 أسابيع. كانت رحلة مليئة بالتحديات، ولكنها من أجمل الرحلات اللي قطعتها في حياتي. أطول رحلة قمت فيها وهي رحلة بين القطبين، من أقصى نقطة من شمال أمريكا الشمالية ألاسكا، وحتى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية أشواية الأرجنتين. أنا أطلق عليها اسم آخر وهي رحلة الصيفين، لأن مريت فيها بالفصول الأربعة. بديت من الصيف في ألاسكا وانتهيت في الصيف في الأرجنتين، وهي تقريبا 5.5 شهور. بالنسبة للناموس، حكايتي مع الناموس كانت كنت في ألاسكا، كنت على طريق من أوعر الطرق في العالم، وهو طريق دالتون، وهو طريق طيني، والبعوض طبعا منتشر بشكل بالصيف بشكل متوحش. فصار يلدغ، يعني كنت أنا مغطي وجهي في الفيديو، فكان يلدغ من فوق الكفر، بل أنه كان يلدغ من فوق الملابس، فما بالك في التخييم. لما كنت أخيم فكان يلقى طريقة أنه يدخل داخل الخيمة ويشاركني الخيمة. أحب علم قطر، وهو علم الوطن الغالي، أنه يرافقني في كل رحلاتي، لأن أنا أي رحلة أقوم فيها في نهايتها أعتبرها إنجاز وينسب للوطن الغالي، وهو إنجاز دون مقابل. احنا كقطريين تعلمنا في لحظة الفرح وفي لحظة الحزن ان احنا دائما نفتخر في وطننا، وبالنسبة لي انا هذه لحظات جميلة جدا. احب ان انا دائما ارفع علم القطري، وبالذات في رحلة طريق الحرير من لندن الى بكين، كانت من اجمل لحظات حياتي لما وقفت في بكين ورفعت العلم الغالي. احب اوجه رسالة للشباب ان غالبا اي شيء خارج عن المألوف واي شيء جديد راح يواجه مقاومة شرسة، بل راح يواجه انتقاد، وراح يواجه يمكن سخرية من زملائه وحتى من أسرته. لكن هذا الشيء لازم يكون دافع كبير أنك أنت تخرج عن المألوف، تتعرف على العالم، تستكشف العالم بعينك. العالم ممكن تسمع كلمة عن بلد معين، ولكن لما تشوفها تكون النظرة مختلفة. وأنا عندي كلمة دائما أقولها، العالم جميل جدا طول ما احنا نتجنب مشاهدة الأخبار. خالد الجابر، أول عربي يقطع طريق الحرير وأطول مسار متصل على كوكب الأرض بالدراجة النارية.